الحاجة التانية هي إنه إحنا مقبلين إن شاء الله يوم 17، هيبقى 17 مارس يعني، هيبقى شم النسيم، وبالتالي شم النسيم ده محتاج دايماً استعدادات، ومحتاج دايماً تنظيمات. إحنا إيه؟ إبريل، أنا قلت مارس؟ مارس ما خلص يا جماعة، في شم النسيم بيجي في مارس، إيه الضياع اللي أنا فيه ده؟ الصيام عامل معايا عمايله حتى بعد الفطار. فاستعدادات طول الوقت، وتنظيم ولوجيستكس من هنا لحد بعد بكرة. طيب ايه هي بقى الاستعدادات اللي هتبدأ تقوم بيها، او هل بدأت الوزارة في استعدادها الكامل 100% علشان شم النسيم؟ انا اعتقد بس نتأكد ونسمع التفاصيل من دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، مساء الخير على حضرتك. مساء الفل. انا وحضرتك واهلنا في مصر كلها طيبين وخير، وحضرتك بالصحه والسلامه يعني يا رب. اعياد القيامه وشم النسيم وعيد الفطر المبارك يا فندم. ما هو الظاهر ده شهر الاعياد بقى عندنا، الشهر جواه رمضان، والشهر جواه شم النسيم، والشهر جواه عيد القيامه، والشهر جواه عيد الفطر زي ما حضرتك قلت. طب كده انا كنت بقول ان الوزاره هيبقى عليها حمل قد كده خلال الفتره الجايه. هو زي ما اكد فعلا يا فندم معالي الوزير اللي هو هشام امل وزير التنميه المحليه، رفع درجه الاستعداد القصوى بالمحافظات واستمرار التنسيق مع كل الجهات المعنيه، معالي زملائنا الساده رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمحافظات المصريه، الكل على قدم وساق ومفيش اجازات، والكل على الارض علشان نتاكد انه استمرار التنسيق مع كل الجهات عشان استقرار توافر كل السلع الغذائيه بالكميات وبالاسعار المناسبه، سواء كنا بنتكلم في اسواق او معارض او منافس ثابته او متحركه، حتى كمان بعد عيد الفطر المبارك، خاصه يا فندم المنتجات اللي بيقبل عليها اهلنا في المحافظات في الاعياد، زي طبعا اللحوم والدواجن والاسماك سواء المحفوظه او غيرها او الطازه، مع التكثيف بالنسبه للحملات الرقابيه بالتنسيق طبعا مع الاجهزه التنفيذيه، مديريات الصحه والطب البيطري والتموين خلال فتره الاعياد، وده للسيطره على الاسواق والمحال التجاريه، وكمان نتاكد من ان العروض اللي نازله بيتم تطبيقها بالفعل، سواء كنا بنتكلم على كميات او على اسعار مخفضه للمواطنين، والتاكد كمان من سلامه الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الادمي، وزي ما اكد معالي الوزير النهارده التصدي بكل الحجم والحسم لاي مخالفين واتخاذ الاجراءات القانونيه معاهم. ده شق. الشق الثاني المهم جدا طبعا اهلنا المواطنين والاسر هيتوافدوا على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال فتره الاجازات دي، وبالتالي التاكد من ان كل الاجراءات اللازمه في هذا الشان يعني مجهزين. يعني احنا هنأجز ونعيد وحضراتكم لا يا دكتور. الخط قطع تاني. هو على ما يبدو احنا فعلا هنأجز وهنعيد، واصدقائنا وزملائنا في وزارة التنمية المحلية ما حدش فيهم في الغالب هياخد اجازة، ومش هيقدر ياخد اجازات ولا في العيد ولا حاجة، بحيث ان احنا نقدر نستمتع بهذه الاجازات والاعياد المتعاقبة.